السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خالص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين بعد أول مباراة في أول جولة مع بداية الموسم الجديد 2021 2022 بالنسبة للدوري الفرنسي. لأول مرة زرنا في القناة انزل الشرف في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. هنتكلم عن نتيجة المباراة وهي تعادل موناكو امام نانت 1-1 اليوم الجمعه 6/8/2021. احرز هدف موناكو جيلسون مارتينيز في الدقيقه 14، هدف نانت عن طريق جان تشارل كاستليتو في الدقيقه 42. بكره باذن الله تعالى السبت 7/8/2021 عندنا مباراه ليون امام بريست 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بي ان سبورتس اتش دي 2 او الثانيه. وتروى امام باريس سان جيرمان 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناة ايضا بين سبورتس اتش دي 2 او الثانية. وعملنا فيديو عن مواعيد مباراة الدوري الفرنسي هتلاقيه في قائمة التشغيل بتاع الدوري الفرنسي الجديد 2021 2022. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق او بمعنى اصح نشوف مين الفرق اصلا ال20 الجداد اللي معانا في الدوري الفرنسي السنة دي. موناكو دلوقتي طبعا متصدر في المركز الاول بنقطة واحدة من التعادل، ونانت في المركز الاول ايضا بنقطة واحدة من التعادل. بعد كده كل الفرق زي بعض ما لعبوش ولا مباراة، وهم مارسيليا وبريست وباريس سان جيرمان وانجي ولانس ورين واستاد ريمس وكليرمونت، ده صاعد من الدرجه الاولى الى الدرجه الممتازه او ممكن الدرجه الثانيه للدرجه الاولى يعني، وليون ونيس وستراسبورغ وميتز وتروا كذلك صاعد، وسانت تيان ومونبلي وليل وبوردو ولوريان. طيب خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين، يعني ما فيش غير الهدافين اللي احرزوا اليوم، ما فيش غيرهم يعني، هم جيلسون مارتينيز لاعب موناكو وجان تشارل كاستيليتو لاعب نانت. هل في صناع اهداف؟ يعني لحد دلوقتي في اللاعب كايو هنريك هو اللي صنع هدف موناكو، وموسيس سايمون هو اللي صنع هدف نانت. بس كده كان فيديو بسيط كده بيعرفنا الدنيا. بكره ان شاء الله نتكلم على الدوري الفرنسي بعد مباريات باريس سان جيرمان. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.